من صوت لبنان نشرة أخبار الخامسة وربع مع تحيات السيكفوري ميشيل الصيفي وجوزيف كريم. العناوين: تكليف دياب يشعل الشارع الأزرق وقطع طرقات ساحلا وشمالا وبقاعا. مواجهات في كورنيش المزرعة والجيش يعيد فتح أوتوستراد الناعمة بالاتجاهين. هيل يحث على ترك المصالح الحزبية جانبا ودفع عجلة الإصلاحات، وفرنسا تشدد على فعالية الحكومة. حسان دياب يجول على رؤساء الحكومة السابقين طالبا فرصة لتجاوز الألغام. الهدف أن يكون هنالك حكومة اختصاصيين وفي نفس الوقت مستقلين لكي يعالجوا كل الأمور الحياتية والمعيشية. سامي الجميل: الحل بانتخابات مبكرة عبر إقرار قانون تقصير ولاية البرلمان الذي تقدمنا به. بيقولوا ما حدا بيخلق معلم. لا تعلم ولادك وتقدر تكفيلهم جامعات. بلش جمع ببرنامج سيف ستيبس من الاعتماد اللبناني للتأمين وإعادة التأمين ابتداء من $20 بالشهر مخصومين مباشرة من حسابك المصرفي، وأمن لعلمهم بكرة. التكليف تم والاهتمام منصب الآن إلى تأليف وشكل الحكومة التي أكد رئيسها المكلف أنه سيسعى إلى أن تكون حكومة اختصاصيين مستقلين، في وقت سمع المسؤولون اللبنانيون من الموفد الأمريكي ديفيد هيل رسالة واضحة مفادها تشكيل حكومة تلتزم بالإصلاحات وتستطيع القيام بها بعيدا عن المصالح الحزبية. الموقف الأمريكي تقاطع مع موقف فرنسي عبرت عنه الخارجية الفرنسية مشددة على معيار وحيد، وهو أن تكون الحكومة فعالة من أجل إجراء الإصلاحات المطلوبة. تكليف دياب أجج شارع تيار المستقبل ودفع بمناصري التيار الأزرق إلى قطع عدد من الطرق في بيروت والبقاع والشمال، وسجلت مواجهات في كورنيش المزرعة أدت إلى سقوط إصابات في صفوف الجيش قبل أن يدعو الحريري مناصريه إلى الخروج من الطرقات. وتم قطع طريق على أوتوستراد الناعمة بالاتجاهين ما تسبب بتوقف كلي للسير، وحضرت عناصر الجيش وأعادت فتح الأوتوستراد. كذلك تم قطع أوتوستراد الجي عند مفرق برجة باتجاه بيروت. أما الطرقات المقطوعة ضمن نطاق حلبة عكار فهي ساحة حلبة المحمرة، ساحة العبدي، البيري، البيادر، مفرق وادي الجاموس، مفرق كوشة، مفرق الشيخ محمد، ومفرق بابنين. ورفضا لتكليف حسان دياب تشكيل الحكومة، قطع مناصرو تيار المستقبل طريق كورنيش المزرعة، حيث وقعت مواجهات بينهم وبين الجيش تخللها رشق العناصر الأمنية بالحجارة. والتفاصيل لتراز الخوري. نعم، طريق كورنيش المزرعة أعيد فتحها باتجاه واحد، أما اتجاه حيث يتواجد المتظاهرون فما زالت مقفلة بحاويات النفايات وبالكراسي، وقد افترش أيضا المتظاهرون الأرض ورتبوا شعارات كلهم وحسان دياب واحد منهم، إذ أنهم يريدون تشكيل حكومة أخصائيين لرئاسة الرئيس المستقيل سعد الحريري، لأنه بحسب رأي الثوار هنا فإنه يمثل الطائفة السورية. أنت اليوم ليه عم تتظاهر هون؟ قلت لي أنه مش جاي لأنه أنت تيار المستقبل، أنت جاي لأنه هو بيمثل الطائفة السنية. هو لا حريري. اوكي، انا ما عم بحكي عن الحريري، انا عم بحكي عن حسان دياب، لانه اجا مش السنيه اللي طلعته، طلعوه الشيعه والعونيه، وهذا الشيء ما بناسبنا. اللي بده يجي رئيس حكومه لازم نحن اللي نقول مين، نحن اللي بدنا نشكله. بعدين ما يجينا واحد اول ما وصل بيقول انه بده يعمل منهج ايراني بقلب لبنان، انهشر على رقبته ورقبته اللي خلفوه كمان هو وإيران، واللي ما واللي شدوا واللي جابوا كمان. إذن الشارع هنا يشتعل من جديد وهناك خطر.
يبدو أن الاتصال انقطع مع زميل تراز الخوري، مندوبنا محمود شكر موجود أيضا في نقطة أخرى في كورنيش المزرعة. محمود، كيف تبدو الصورة لديك؟ يعني كما أسفت الزميلة تراز، نحن الآن وصلنا منذ بعض الوقت إلى كورنيش المزرعة وتحديدا إلى قرب مسجد جمال عبد الناصر، حيث لا زال الطريق مغلقا باتجاه الذي يؤدي من مارليت إلى البربير ذهابا، أما إيابا من البربير إلى مارليت هو مفتوح، والآن السير على طبيعته. يظهر أن المتظاهرين مع القوى الأمنية اتفقوا على إغلاق يعني شارع وعلى مسرب من جهة الشمال والإلقاء اليمين كما تمر السيارات. في وسط الشارع هنا لا زالت الصوابات النفايات يعني هي مرمية، بالإضافة إلى بعض مجموعة من التراب الذي كانت الشاحنة قد أفرغته ظهرا، مع الجديد أن مجموعة من النسوة من الأحياء الداخلية في طريق الجديد وقصقص نزلوا إلى الطريق ووضعوا الكراسي وافترشوا وسط الطريق بمجموعات المجموعات من الكراسي على وقع الأغاني وعلى وقع الهتافات التي يعني هي تطالب برحيل دياب، وهتافات مؤيدة لرئيس تيار المستقبل سعد الحريري. الجيش اللبناني القوس المذهب إلى مكان هذا الصوت. بالدم مرديك يا سعد، بالدم مرديك يا سعد، بالروح نعم، هذه هي الهتافات الآن، يعني هم على مدار الساعة، بالإضافة إلى أن قوى الأمن والجيش اللبناني كما شفت يعني هي لا زالت بجهوزيتها العسكرية، ولكن نعم ليس هنالك من احتكاك بينهما. التدخل السريع على جانب الطريق وفي وسط الطريق، والجيش اللبناني هو في أرياته العسكرية ما عدا قوة يعني على جانب الطريق بانتظار يعني ما ستقود إليه التطورات في الساعات القادمة، على قاعدة أن أغلب الطرقات التي تقفل عادة تبدأ مع ساعات الليل الأولى. من كورنيش المزرعة عودة إلى استديوهاتنا في الشفية. وكان الرئيس سعد الحريري قد دعا مناصريه في تغريدة عبر تويتر إلى الخروج من الطرقات قائلا: يلي فعلا بحبني يطلع من الطرقات فورا. هذا وأطلقت دعوات مكثفة على الأرض من قياديين في تيار المستقبل تدعو المحتجين للخروج من شوارع الطريق الجديدة وكورنيش المزرعة. وفي طرابلس تظاهرات رافضة لتكليف دياب، كل التفاصيل مع روعة الرفاعي. ساعات هادئة عاشتها مدينة طرابلس وساحة النور بعد موجة من التحركات الاحتجاجية التي أعقبت تكليف الدكتور حسان دياب بتأليف الحكومة، وباستثناء المسيرات التي نظمها شباب الحراك وانطلقت من ساحة النور باتجاه شوارع المدينة اعتراضا على تكليف دياب، فإن الساحة هادئة في ظل الخيم التي تنشط في مجال تنظيم الندوات واللقاءات الحوارية. وعن الطرقات، فلا تزال طريق جسر البالما مقطوعة بالاتجاهين في حين فتحت الطريق البحري في القلمون اليوم، وبالرغم من التحديات التي لاحقت شجرة الميلاد عند مستديرة النيني والتي تم حرقها من بعض الغوغائيين، إلا أن الناشط جوني نحاس قرر إعادة تزيينها وبسرعة قصوى ليثبت أن طرابلس أرادت وتريد العيش المشترك والأيادي المخربة لن تنال منها. مش أنا اللي كنت بس مصر، كل أهالي طرابلس اللي كانوا مصرين. شجرة الميلاد اللي هلأ ركبناها ركبت بثمان ساعات عمل، بوقت أنه قبل مرة أخذت معنا أسبوع. ما فيني خبلك، كل طرابلسية شباب ختيارية أولاد كل العالم إجوا ساعدونا. عن جد أنا بتشكر أهل طرابلس ومحبة أهل طرابلس، أصلا هذه هي طرابلس. يعني الثوار الذين تواجدوا في حفل الإضاءة يقولون: بهالظروف اللي نحن فيها يعني هذه الشجرة أولا ملبسة بالعلم اللبناني، ونحن ما منريد أعلام إلا العلم اللبناني. وبعدين هذه ولادة الطفل يسوع، نحن هلا منعيد بعيد الميلاد المجيد ولادة الطفل يسوع.
يعني معناتها ولادي، هاي ولادي جديدة، ولادي لبنان الجديد. هيدي الشجرة بترمز للبنان، بترمز لرمز العطاء، لرمز المحبة. نحن بلبنان كلياتنا بدنا نكون ايد واحدة لننهض بهذا البلد. يبدو بأن الحياة عادت إلى طبيعتها في ساحة النور بعد ليل عاصف، فهل ستستمر هذه الأجواء أم أنها هدوء ما قبل العاصفة؟ من طرابلس روعة رفاعي، صوت لبنان. وتنقلت مواقع التواصل دعوات للتجمع في ساحة الشهداء عند الساعة 6 مساء للانطلاق بمسيرة باتجاه منزل رئيس الحكومة المكلف حسان دياب. جولة هيل بعد الفاصل. محتار شو تهدي ماريز، بتحب السيريز جون بول، دايما فوتبول سامي مهووس موفيز. تنعاد عليك تنعاد عليك رح تنعاد عليك، هديون شي بيتفقوا عليه ويسلي هالعيلة. تنعاد عليك تنعاد عليك رح تنعاد عليك، مع كيبل فيجن هالسنة الهدية صارت اتنين. مع كل تركيب كيبل فيجن بيطلع لك تركيب تاني مجانا مع اشتراك لمدة شهر بكل المحطات. اتصل هلا على 1540 وزور موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن، كل شي بتهديه بيرجع لك. حوار أونلاين. أملنا بتأليف حكومة تتجاوب مع متطلبات الثورة، إنما الأكثر خطورة هو أنه بينما الثورة دائرة الفساد مستمر، وخاصة الفساد الذي يجري بالمعاملات المصرفية. هالأسباب اللي عم تزعج المواطنين وعم تمنعهم من الاستفادة من ودائعهم. رح نناقش المواضيع الاقتصادية والسياسية في الحوار أونلاين. حوار أونلاين مع جورج العلي الجمعة بعد نشرة أخبار 5:15 عبر صوت لبنان. حث مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية السفير ديفيد هيل المسؤولين على ضرورة تشكيل حكومة تلتزم بإجراء إصلاحات هادفة ومستدامة يمكنها أن تقود إلى لبنان مستقر ومزدهر وآمن، ودعاهم إلى وضع المصالح الحزبية جانبا والعمل من أجل المصلحة الوطنية، مشددا على أن أمريكا غير مهتمة بمن يكون رئيسا للحكومة وأعضائها بقدر ما يهمها أن تكون حكومة لمكافحة الفساد. ودعا هيل إلى ضمان سلامة المتظاهرين. هيل تنقل بين بعبدة وعين التينة وبيت الوسط، وسمع من رئيس الجمهورية ميشيل عون تأكيدا أن التحركات الشعبية تتوفر لها الحماية اللازمة انطلاقا من المحافظة على حرية التعبير من دون قطع الطرق وشل تنقل المواطنين، لافتا إلى أن مطالب الحراك تلقى منه كل دعم. لذلك دعا المشاركين فيه إلى الحوار للاتفاق على النقاط الإصلاحية الضرورية، وهو لا يزال ينتظر التجاوب مع هذه الدعوة. وطالب عون هيل بأن تجدد واشنطن مساعيها لإقناع إسرائيل الالتزام بترسيم الحدود البحرية بهدف تثبيت الهدوء والاستقرار في الجنوب. وكان هيل قد بحث في بغداد مع رئيس مجلس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي في التطورات الأخيرة في العراق والمنطقة. الخارجية الفرنسية علقت على تكليف حسان دياب تشكيل الحكومة، مشددة على أنه ينبغي أن يكون المعيار الوحيد هو فعالية الحكومة من أجل إجراء الإصلاحات التي ينتظرها الشعب اللبناني. تزامنا جال الرئيس المكلف حسان دياب على رؤساء الحكومات السابقين، وأكد من بيت الوسط أن الحريري أبدى كامل تعاونه لتأليف الحكومة. اللقاء مع دولة الرئيس الحريري له نكهة مميزة. بالأمس دولة الرئيس أكد على حرصه على البلد والاستقرار، وهيدي المواقف بتعبر عن موقف رجل دولة. إن شاء الله رح بيكون في تواصل وتعاون مستمر بما فيه خير لهالبلد. الرئيس الحريري عاطي كل تعاون لتأليف هذه الوزارة. دار الفتوى هي بيت الجميع، دار الجميع، وإن شاء الله لما نخلص الجولة بيكون في لقاء مع دار.
وشملت جولة دياب رؤساء الحكومة السابقين سليم الحصف وأد السنيورة وتمام سلام، مؤكدا أن وجوده في رئاسة الحكومة دستوري، وما عدا ذلك فإن الألغام سنتعداها. ولفت إلى أنه سيحاول أن يجد من يمثل الحراك الشعبي ليلتقي به، سائلا إذا أقفلت الطرقات كيف سنشكل بسرعة لمعالجة الأزمتين الاجتماعية والاقتصادية. دياب وفي حديث لمحطة دوتشة فيلي الألمانية أشار إلى أن توصيف الحكومة بأنها حكومة حزب الله أمر سخيف، مؤكدا أنها لن تكون حكومة فئة سياسية معينة، وسيحاول أن يكون أعضاؤها من الاختصاصيين، وأعرب عن أمله في أن يوفق بتأليف الحكومة في خلال شهر أو 6 أسابيع، متوقعا الدعم الكامل من الأوروبيين والأمريكيين. الهدف أن يكون هنالك حكومة، حكومة اختصاصيين وفي نفس الوقت مستقلين، لكي يعالجوا كل الأمور الحياتية والمعيشية. استشارات نيابية ستبدأ نهار السبت، ولابد أن أخذ آراء الجميع وأن أوفق بقدر المستطاع بين الجميع. هذه الحكومة ستكون وجه لبنان، لا حكومة فئة سياسية معينة من هنا أو من هناك. الرئيس فؤاد السنيورة وفي حديث للإندبندنت عربية اعتبر أن حكومة دياب تجاوز لصوت السنة، ورأى أن الرئيس المكلف سيكون أمام مجموعة كبيرة من الامتحانات بدءا من التأليف وصولا إلى امتحان المعالجات لتبين مدى جدارته في إدارة الأزمة في البلاد. ولم يستبعد السنيورة أن يذهب تيار المستقبل إلى المعارضة. رئيس الكتائب النائب سامي الجميل علق على استشارات الأمس وغرد عبر تويتر قائلا: استشارات الأمس أكدت أن ما يمنعنا من التغيير وبناء مستقبل أفضل هو إصرار البعض على وضع اليد على البلد وتوريطه مع محور إقليمي، التلاقى بين شعب لبنان المنتفض ونوابه، الحل بإجراء انتخابات مبكرة عبر إقرار قانون تقصير ولاية البرلمان الذي تقدمنا به ليعود القرار للشعب. إلى ذلك التقى رئيس الكتائب وفدا من عائلة الشهيد علاء أبو فخر، ضم إلى جانب شقيقه إيهاب زوجته لارا وولديه وعدد من أفراد الأسرة، وقد حضر لقاء النائب الياس حنكش. وبعد الاجتماع تحدث إيهاب أبو فخر فقال: نحن نزور بيتا يمثل الشعب اللبناني ويقدم الدعم الكامل للثورة والمطالب الشعبية، كما قمنا بتقديم واجب التعزية بوفاة نائب رئيس الحزب جوزيف أبو خليل. وتطرق أبو فخر إلى المسار القضائي الذي تسلكه قضية علاء، مؤكدا أنها تسير على الطريق الصحيح مع التوسع بالتحقيق وإدلاء المزيد من الشهود بإفادتهم، متمنيا أن يكون الحق إلى جانبنا. واعتبر أبو فخر أن الثورة مستمرة وستكبر بعدما بدأت الأيادي الفاسدة بالظهور تباعا، وهذا يدفع الشعب إلى مزيد من الوحدة والخروج من حاجز الخوف الذي كان قد زرع من قبل. من لم يتقبل اقتلاع الحواجز الطائفية بين اللبنانيين، ما دفعهم إلى الالتفاف حول بعضهم البعض بعيدا من الاعتبارات الطائفية. وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش اعتبر أن توصيف الحكومة بأنها لحزب الله تحريض وتهويل على الرئيس المكلف حسان دياب. وأكد فنيش للمركزية أن البلد لا يحتمل التجاذب السياسي، وإنما التعاون بين مختلف الفرقاء لإعطاء فرصة للرئيس المكلف، وإلا سنكون أمام فوضى وفراغ ومزيد من الانهيار المالي والاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة. امتناع تيار المستقبل عن تسمية دياب فتح باب التساؤلات عما إذا كان سينسحب هذا الامتناع على المشاركة في الحكومة أو على إعطائها الثقة في البرلمان. النائب عاصم عراجي توقع أن ينسحب عدم تسمية دياب على عدم إعطاء حكومته الثقة من قبل تيار المستقبل، لافتا إلى أن مشاركة التيار في الحكومة تقرره الكتلة، علما أن الاتجاه هو عدم المشاركة.
وشدد في حديث للمركزية على أن عدم تسمية دياب لا يعني أننا سنضع العصي في دواليب حكومته، إنما نعطيه فرصة للتشكيل والانطلاق، موضحا أن قرار عدم تسمية السفير نواف سلام في الاستشارات مرده إلى أننا نعلم بأن الأكثرية ليست لصالحه. حدد السفير الأمريكي الجديد في روسيا أولويات برنامج عمله في موسكو، معلنا أن من بينها مكافحة حزب الله اللبناني وتنظيمي داعش والقاعدة حسب ما أفادت وكالة بلومبرغ. وإذ توقع من الحكومة الروسية أن تأخذ على محمل الجد التزاما بحماية العالم من هذه الجماعات الإرهابية الخطيرة، أشار إلى أنه سيحاول التركيز على مجالات التعاون بين موسكو وواشنطن. أطلع المبعوث الخاص إلى سوريا جير بيدرسون مجلس الأمن الدولي على آخر التطورات في سوريا، وأكد السعي لإيجاد توافق بين دمشق والمعارضة حول جدول أعمال اللجنة الدستورية، ودعا بيدرسون إلى تخفيض العنف والوقف الفوري لإطلاق النار، مشددا على وجوب مواجهة الجماعات الإرهابية في سوريا. أعربت موسكو عن قلقها الشديد من احتمال إرسال تركيا قوات إلى ليبيا، لافتة إلى أن الاتفاق الأمني بين تركيا وحكومة فايز السراج يثير تساؤلات كثيرة. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ يستمر الاستقرار في الأحوال الجوية إلى الاثنين المقبل، حيث يتأثر لبنان بدءا من بعد الظهر بمنخفض جوي يحمل معه أجواء كانونية بامتياز، مع برودة وأمطار رعدية غزيرة وثلوج ورياح قوية تستمر أياما عدة. كان في النشرة تكليف دياب يشعل الشارع الأزرق وقطع طرقات ساحلا وشمالا وبقاعا، مواجهات في كورنيش المزرعة والجيش يعيد فتح أوتوستراد النعمة بالاتجاهين. الموفد الأمريكي يحث على ترك المصالح الحزبية جانبا ودفع عجلة الإصلاحات، وفرنسا تشدد على فعالية الحكومة. حسان دياب يجول على رؤساء الحكومة السابقين طالبا فرصة لتجاوز الألغام. الهدف أن يكون هنالك حكومة اختصاصيين وفي نفس الوقت مستقلين لكي يعالجوا كل الأمور الحياتية والمعيشية. سامي الجميل، الحل في انتخابات مبكرة عبر إقرار قانون تقصير ولاية البرلمان الذي تقدمنا به. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة.